ولدي وتاع قلبي وربي وعلى ولدي والشاب ولدي والمزوق ولدي والدرويش ولدي والمرضي ولدي والشاب ولدي عزني ولدي ما عنديش اللي يخدم عليا وانا عكاريه ولدي خلص الكره ولدي خلص الماء يخلص الضو ما عنديش من بيا وليدي عندي هو والله خوتو ما بين صغار هو اللي معاوني على خوتو هو اللي مقري لي خوتو انا مريضه وعندي السكر ما عنديش اللي معاوني عندي ثلاثه ديال البنات ما عنديش اللي معاوني عليهم من المسؤولين يقوموا بالاجراءات لولدي ومطالبه بحق ولدي وما يضيعوش ليا ولدي وما مشردش ولدي ما مشردش ولدي ولدي كان عندي عاد السيمانه وخرج الحبان ولدي كان عندي عاد السيمانه ومشى ما ولدي ما مشردش ولدي هازني وهز عائله انا ولدي لاكارت عندي حن مدنيه عندي كل شيء عندي ديال ولدي تاع حاجه ولدي ما مشردش الحبان ولدي هازني ولدي هز عائله احبابه كلهم كيسمعوا كلشي باقي صغير ما تكتبوش عليه متشرد الا هو عنده الفلوس حنا عندنا الله الا هو عنده الفلوس ويقول عليه متشرد حنا عندنا الله الا هو مليار حنا عندنا الله سبحانه ما يقولش عليه متشرد حتى سيدنا يتدخل في القضيه وياخذ لنا الحق ياخذ لنا هو مشى عند الله ما غاديش يرجعوا لينا ولكن ياخذ لنا الحق دابا هذيك الهضره اللي قالوا راه الخويات هذاك ديال الزنقه ولدي ما مشردش ولدي ها العائله ديالو كلها كل واحد كل واحد ديال هشام حكيمي كنحسوا بواحد المأساة كبيرة يعني هاد الحادثة اللي كنسمع فيها لاعب ديال المنتخب يعني هو كان معاونا بزاف وانا بالضبط يعني كان هو اللي كيخلصنا المدرسة وكلشي يعني هو اللي معاونا هو اللي كيصير يعني كلشي الله يجازيكم بخير كان هو اللي جاي على امه على باباه هو اللي كيصير عليهم هو اللي خدام عليهم توقع عليه هاد الواقع كان غادي ما فيه ما عليه تضربوا هاد السيد تعدى عليه وخرج لي على حياته انا عمته كاينين عمات اخرين حنا هما عائلته انا ولدنا لا وليدي ومكبرنا ومخلصين هذه هي العائلة